جاي لك عملين ورفضتيهم، هل انت كنت عايزه تركزي للعمل ده ولا شايفاهم انه شبه اعمال؟ وهل انت بتهتمي بالكم ولا الكيف؟ لا انا كان عندي عملين. القاهره كابول المفروض كان ينزل رمضان اللي فات. فهو عمل مؤجل، صورناه السنه اللي فاتت والسنه دي. بس هو بالنسبه لي يعني عمل السنه اللي فاتت. انا كان عندي عملين وكنت هعملهم، مضيتهم هما الاثنين بالفعل، وفي واحد منهم اتصور اللي هو ورد. بس هو وقف لمشاكل انتاجيه عند المنتج. يعني كان ممكن ينزل رمضان بس قدر الله ما شاء فعل، والمنتج عنده كان مشاكل في السيوله الماديه فتوقفنا، برغم ان احنا كنا هننزل على اكتر من قناه وكان في قنوات نوهت ان احنا نزلين. العمل الثاني كان بيتصور بره مصر فما كنتش هعرف اوفق بينه. النهارده تقولي الحمد لله ان انا رفضت العمل الثاني، وان انا مسلسلي ما نزلش قدام النجاح الكبير طبعاً. اللي انا عاملاه انا اخر حاجه كنت اتخيلها. وطبعا بشكر ربنا اولا، وبشكر الساده النقاد جدا، وبشكر الساده المشاهدين جدا جدا، ان انا في دور منال اللي هو ينتمي للبطوله الجماعيه، ومعايا غيلان، يعني معايا منى زكي في لعبه نيوتن، شيء فذ يعني. عامله اداء فذ مع مخرج فذ مع النجوم ما حصلوش. كل واحد فيهم عامل مدرسه يعني سيمفونيه. وفي الاخر يعني هي بطوله، وانا بطوله نسائيه بس هيظل عمل جماعي، ودور منال دور يعني كمساحه مش كبير. والحمد لله انا اترشح. لما تشوفي ان انت تترشحي مع منى وتترشحي بالنقاد كمان، والجماهير على فكره يعني الجمهور حابب المسلسل، برغم ان المسلسل صعب وتقيل وعن الارهاب، يعني مش بتاع رمضان، ولكن نجح في وسط كل المسلسلات اللي موجوده. وانك انت تختاري بقى منى زكي، يعني صوتك يروح لمنى زكي، دي اخلاقيات زمن الفن الجميل. والله انت عارفه الحلو اقول له يا حلو في عيونه. صعب قوي اني اشوف جمال وما سقفش وما اقولش الله.